حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، هذه المرة عبر سكايب من المغرب مع الشاعر المتميز حقا الأستاذ سعيد عبيد الحاصل مؤخرا على جائزة الدولة لأدب الطفل من قطر. حيا الله أستاذ سعيد، اهلا بك في بيت القصيد. شكرا جزيلا اخي الشاعر المتميز مصطفى مطر لكريم الدعوة، وشكرا جزيلا لقناة الرافدين لجميل الاستضافة، وحيا الله المشاهدين أينما كانوا ووجدوا. أهلا بك أستاذ سعيد، شعرنا الجميل وأنت الشاعر المغربي المتفوق والمتخصص بكتابة أدب الطفل وكتابة القصائد العذبة والقصائد ذات القيمة والمبدأ الهادفة جدا، أريد منك في البداية أن تعرف الجمهور العراقي والعربي الذي يشاهد بيت القصيد بمعلومات قصيرة مما تفضل أن يعرفه الجمهور العربي عن سعيد. تفضل أستاذ سعيد عبيد شاعرنا المغربي، إليك الكلمة. حفظك الله. سعيد عبيد شاعر قص باحث في قضايا اللغة والأدب والثقافة. سبق لي أن أصدرت ديوانين ومجموعة شعرية ومجموعة من الدراسات النقدية. عظيم. الأول كان بعنوان مكابدات في الطريق إلى النور، والديوان الثاني كان بعنوان كتاب الورد ويليه قرابين الكرامة، وقد صدر على التوالي سنة 11 و2000 و18 و2000. والمجموعة القصصية تحت عنوان الإهانة وصدرت سنة 10 و2000. وهناك أعمال أخرى قيد أو مخطوطة حتى لا أقول قيد الطبع. المنسق السابق للصالون الأدبي بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بمدينة وجدة. جميل. والآن نائب منسقة الصالون. أستاذ مبرز وأشتغل بمركز تكوين الأساتذة. ولي تجربة إذاعية في إذاعة وجدة الجهوية في تقديم برامج ذات صبغة أدبية كفي محراب القوافي ما شاء الله، حدائق الإبداع وأصداف ولآلئ من بحر اللغة العربية. قبل أن نذهب إلى الشعر أستاذ سعيد، يعني حبذا لو تجيبنا على هذا السؤال الافتتاحي، يعني كيف تجد تمسك الأدباء في زماننا بالهوية التي تمثلهم؟ كيف تجد هذا التمسك؟ والله في الحقيقة ليس كن صريحا صريحا بطبيعة الحال. تفضل. ليس ثمة إجابة واحدة عن هذا السؤال. نعم. أمر يختلف بحسب ما يتشربه الإنسان المبدع، فالمبدع إنسان قبل أن يكون مبدعا، بحسب ما يتشربه هذا الإنسان من مبادئ هويته. أحسنت. لذلك فهناك من هو معتز بهذه الهوية ومنتمي حتى النخاع إلى كافة تفاصيلها الدقيقة وعناوينها الكبرى. صدقت. وهناك من لا يتوفر فيه هذا بحسب تنشئته الفكرية وربما حتى الأسرية أحيانا، لا سيما نحن في زمن لا تسلم فيه الهوية العربية الإسلامية من سهام ومن رماح الذين يتناوشونها من هنا وهناك وهناك. لذلك فالمبدع ربما كان الذين يتناوشونها من داخل أبنائها أكثر من أعدائها. صحيح صحيح، والحديث في هذا في الحقيقة يطول للغاية، وله جذور. نعم. تاريخية تعود إلى بدايات الصدمة الحضارية التي تعرف فيها العرب إلى الغرب. أحسن. لا سيما بعد حملة نابليون على مصر، حيث سيقع لأول مرة هذا الصدام القيمي بين قيم الشرق وقيم الغرب، والشرق شرق والغرب غرب وهما لا يلتقيان كما قال الشاعر الألماني هيجل. حديثنا عن الهوية مستمر ومتواصل، هناك المزيد من الأسئلة أريد من خلال إجاباتك عنها معرفة كيف تنظر إلى المشهد الثقافي بشكل عام، لا سيما في المنطقة العربية ككل وليس فقط على مستوى المغرب أو مدينة وجدة. الآن خذنا إلى أولى القصائد التي تود إلقاءها في هذا المساء. والله يطيب لي أن أبدأ بنتفة وليست قصيدة. تفضل. قبل قليل سألني أحد زملائك التقنيين الكرام عن مدينة وجدة وأين تقع بالضبط، وقلت له يعني إنها على الحدود الجزائرية الشقيقة،
وجدته في الحقيقة هذه المدينة الحبيبة التي يحبها كل من زارها وكل من عاش فيها وكل من نشأ فيها وحتى كل من مر بها مرورا، لا سيما أنها مدينة عبور ومرور. هذه المدينة لا شك أن المتابعين الكرام قد عرفوها بكونها عاصمة الثقافة العربية لسنة 2018. صحيح. من وجهة أهديكم حبي وشوقي وعشقي ما امتد صوت الرافدين بين المشرق والمغرب. أقول من وجدة العشق الندي الدفاق، الشوق يوشك والنوى إحراق. من وجدة العشق الندي الدفاق، الشوق يوشك والنوى إحراق. قلبي بحلم القدس قد أسرجته، وبكحل نجد فتنة الأحداق. الله. وهواي من بلد الوليد مدامه، والكأس مصر والعراق الساقي. في ظل أيكة، في ظل كرمة أيكة، مد الرؤى من جنة المالديف للبوشناق. الله الله الله، ما أجملك. سرحت عشقي في ربوع عدة، سرحت عشقي في ربوع عدة، مجنونة الأشتات في الآفاق. مزقنا في شق البلاد وغربها بقراب يم من دم مهراق، وتركنا يتما كالخراب ولوعة ورمادة في مدمع العشاق. فمتى يؤذن للوصال بلاده؟ إيه؟ ومتى تلبي أمتي بتلاقي؟ الله الله، ما أجملك أستاذ سعيد، وأنعم بهذه الأبيات من مفتتح التي جمعت بها حضارات العرب والعروبة. أستاذ سعيد، إذا أردنا نتحدث الآن عن الأخطار المحدقة بهويتنا التي تمثلنا، وما السبيل لإنقاذ هذه الهوية من الأخطار المحدقة التي تحيط بها؟ في كتابه المهم حوار الحضارات يتحدث الفيلسوف الفرنسي والمسلم روجي غارودي رحمه الله عن خطورة تغريب العالم، عن الخطيئة الكبرى التي يرتكبها الغرب حينما يحاول تنميط العالم كله على نمط قيمه التي يظن بأنها نهاية التاريخ ومنتهاه الذي لا مزيد بعده. ونقول إن الغرب بهذه الخطيئة يقضي على قيم ثقافات محلية غنية كثيرة في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما القيم الآسيوية والإفريقية والأمريكية اللاتينية. طبعا القيم الإسلامية هي ضمن هذه القيم، الهوية العربية الإسلامية هي ضمن هذه الهويات المهددة من طرف هذا الغرب الذي يمارس في الحقيقة شيئا شبيها بالإبادة الثقافية حينما يحاول أن ينمط العالم لكي يكون على شكل قيمه في كل شيء من أدنى مستويات التفكير والنظر إلى أدنى مستويات المعيشة المتعلقة بالمأكل والمشرب والملبس وما إلى ذلك. لذلك فأرى أن أخطر ما يتهدد هذه الهوية هو هذا التغريب الجامح الذي يهدد بالانمحاء كل ما هو محلي، رغم أن هذه الثقافات المحلية بما في ذلك غير الإسلامية كما قلت قبل قليل الآسيوية والإفريقية واللاتينية قد تكون أحيانا أكثر غنى إنسانيا من قيم الغرب المتوحش، لأن قيم الغرب قيم سوق، قيم رأسمال، قيم بزنس إز بزنس، ولا مكان فيه مثلا للدين، لا مكان فيه للأخلاق، لا مكان فيه للأسرة، هذه المعاني وغيرها، لا مكان فيه للروح، هذه المعاني وغيرها غائبة في قيم السوق. لذلك فبإمكان هذه الحضارات المستهدفة أن تقدم أجوبة للغرب نفسه عن أسئلة عالقة يتخبط فيها الغرب منذ عقود ولم يجد لها جوابا. وهذا ما يؤدي إلى كثير مما نسمعه من حالات الانتحار والتفكك وما إلى ذلك من الآفات الاجتماعية والنفسية والروحية. الحديث في هذا الجانب يطول أستاذ سعيد، لكن دعني أخذك إلى جانب آخر الآن. يعني لماذا باعتقادك تجد بعضنا يعني يسعى إلى تغيير جلده وتبني أفكار الآخرين؟ هل هو ضعف شخصية أو كفر بالتراث مثلا أو عدم اقتناع بالحضارة التي ينتمي إليها هذا الإنسان؟ أين المشكلة؟
والله بماذا عساني أجيب؟ لا أجيب إلا بما ذكره ابن خلدون منذ قرون، إن المغلوب مجبول على اتباع الغالب. يا ليس الأمر أمر اقتناع أو أمر عقيدة حينما ينسلخ الإنسان من هويته ويعتنق ولا هو أمر انفتاح ولا حضارة ولا تطور. إذن هي مسألة غالب ومغلوب يتبعه. الانفتاح مطلوب حتى ولو تمسكت بهويتك. الانفتاح مطلوب على كل حال. حينما نتحدث عن الانتماء إلى الهوية الحضارية والثقافية للعربي المسلم في هذا الزمن، فلا يعني أننا ندعو إلى الانغلاق على الذات وإلى التقوقع فيها. فالانفتاح مطلوب، وأخذ الحكمة من أي وعاء خرجت مطلب إنساني. والمسلم مطالب بأن يطلب العلم ولو في الصين. نعم، لكن السيطرة الفكرية تكون للغالب على حساب المهزوم، والمهزوم يتبعه. ما في ذلك شك. وإن شئنا أن نؤسس هذا، فيمكننا أن نعود إلى البدايات التي تحدثت عنها تول، إلى البدايات التي تعرف فيها العرب إلى الغرب الحديث. ومع حملة نابليون التي ذكرتها قبل قليل، هذه الحملة التي وإن استغرقت مدة قصيرة على المستوى العسكري، لم تدوم مدتها إلا 3 سنوات، ولكن آثارها النفسية والاجتماعية والفكرية امتدت أجيالا عديدة. ليست أجيالا فقط، إنها ممتدة إلى اليوم، وذلك للأسف الشديد يتحمل فيه أوائل المفكرين العرب الذين كتبوا عن الغرب وزرا كبيرا، وعلى رأسهم رفاعة رافع الطهطاوي حينما تحدث في كتابه صحيح تلخيص الإبريز في تلخيص باريس، فقد تحدث عن باريس، يعني عن فرنسا، عندما كان مبتعثا إلى باريس صحيح، سماها عاصمة الشرق، أو سماها المدينة التي يقتدي بها عواصم الشرق. أي نعم، وتحدث بنبرة فيها انبهار وفيها منتهى الإعجاب، وفيها كأن فعلا ذلك هو نهاية التاريخ. بينما البعثة اليابانية التي ابتعثت في نفس السنة التي ابتعثت فيها البعثات العربية إلى أوروبا أو قريبا من ذلك، حينما عادت إلى اليابان لم يكن يهمها الجانب الثقافي للغرب بقدر ما كان يهمها الجانب التقني والميكانيكي الذي أدى إلى الثورة الصناعية. لذلك فشتانا بين بدايات اليابان التي كانت تشبه بداياتنا صحيح، وبين النهايات والمآلات التي وصلنا إليها نحن، التي لا تشبه إطلاقا النهايات التي وصلت إليها اليابان، والتي أدت في فترة قصيرة جدا إلى أن تصبح اليابان إحدى القوى العظمى، حتى إنها استطاعت أن تكتسح الصين عسكريا بعد أن استفادت من الثورة الصناعية الأوروبية. بينما نحن بقينا نتحدث عن الرقص، عن مقارنة الرقص الباريسي مع الرقص الشرقي، وعن القوانين الوضعية، مواضيع سطحية. نعم، ليست سطحية فقط، ولكنها لم تطرح الأسئلة الحقيقية، أسئلة التنمية، أسئلة الابتعاث، ابتعاث الذات من الرماد إلى 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 الآفاق. لا يمكنك أن تحدث تطورا وتنمية وصناعة مجتمع حقيقي مسؤول طفرة محلية إلا بقيمك الذاتية. حسن. لا يمكنك أن تعتنق قيم الآخر وتقول إنني يمكن أن أحقق بذلك ثورة. هذا الحديث يطول أستاذ الحبيب أستاذ سعيد، يطول وسنطيله كذلك في هذه الحلقة، لكن الآن نريد قصيدة. مرحبا، تفضل. يسعدني أن أقرأ من ديواني الأول مكابدات في الطريق إلى النور قصيدة حبيبة إلى نفسي، لأنها تعبر عن تجربة روحية خاصة. أقرأ مقاما من قصيدة فيها 3 مقامات. مقام العروش. تفضل. على أبهى من الأحلام ينسجها الصغار ضحا، وما كذب الفؤاد سفائنا ترقى سماء المستحيل بلا رفيف جناح. على أشهى لذاذا من عتيق الراح تحملني صلاة الليل. على أبهى من الأحلام ينسجها الصغار ضحا، وما كذب الفؤاد سفائنا ترقى سماء المستحيل بلا رفيف جناح. على أشهى لذاذا من عتيق الراح تحملني صلاة الليل. تسابيح تشف لها نساء مشهقة الأصحاب، يود لو أنه ترنيمة من لحنها العلوي سحر الناي والأوتار،
يغار البدر من لألائها والنجم من إشراقها اللماح فطهر الدمع يغسلها ويضمقها شذى النوار. جميل. خلوط النور تلبسها تمشطها تصير سبيبة نور تتوجها وحول الجيد عقد أقاح وصمت الله من محرابه وصمت الليل من محرابه المتبتل الثمن وصمت الليل من محرابه المتبتل الثمن بنجوى الله يمسحها يبارك هودج الأفراح ووفد الله في إبراقة المعراج يصحبها يزف إلى السماء عروسة الأرواح وإيقاعات همس الريح ترجيع وتوشيح تميد له طيور الليل والعشاق والروح. جميل. ويطرق لي فأفتح للملائك صدري الوضاح لتشهد حفلة الأضواء قناديلي معلقة بكل دروب وجداني فتيل شموعها ذنب وضيء وزيت ضيائها استغفار وقلبي وسطها مصباح ألا فلتفتحوا لي إخوتي في الله ورود التوب إكليلي وآي الحمد ترتيلي ألا فلتفتحوا يا إخوتي في الله حنانيكم شفيق أن تكون بضاعتي مزجاه. الله الله الله. فتفتح للملائك لا أصدق فتفتح للملائك لا أصدق كي أشاركها مشاغلها وأشهد بهجة الأنوار بالأنوار للأنوار في الأنوار للسبوع للسبوع للقدوس للقدوس لل قد خانني الشعر ألا ما أعجز الكلمة المتاح إلى أن يسفر الإصباح. الله عظيم يا أستاذ سعيد. بارك الله فيك. متميز بحسك العروبي وهذه الدهشة الحاضرة في نصوصك. أستاذ سعيد لو سلمنا بأن المثقفين في زماننا معنيون بفكرة التمسك والتشبث بالهوية التي ينتمون إليها، ما السبيل إلى تعزيز هذا التشبث وهذا الإيمان بالهوية الجامعة؟ والله المثقف ليس معنيا فقط بالتشبث بهذه الهوية وإنما هو على ثغر من ثغور هذه الهوية، فإذا أتيت الأمة من قبله فقد خان الأمانة. أنا في اعتقادي المرتد عن هويته كالمرتد عن دينه. المثقف هو لسان أمته، لسان وطنه القطري إن لم يكن لسان أمته، لسان بني قومه، لسان انتمائهم الثقافي والحضاري. لذلك هو مدعو إلى أن ينفتح أولا على نفسه قبل أن ينفتح على الآخرين. هو مدعو إلى أن يتشرب هويته التاريخية التي تراكمت عبر قرون، مدعو إلى أن يتعرف تفاصيل هذه الهوية مما لا يستطيعه عوام الناس. نعم. مدعو إلى أن يقرب الناس من هذه من تفاصيل ودقائق وميزات هذه الهوية. مدعو أيضا إلى أن يمارس نقدا ذاتيا بحيث تبقى الأمور الأساسية في الهوية ثابتة وينزع عنها ما علق بها من الشوائب التي قد لا تساعدها على أن تعيش العصر. المثقف في العربية، هذا الاسم المثقف له دلالة خاصة لا تجدها مثلا في الفرنسية في كلمة كولتور مثلا ثقافة، أو في الإنجليزية كالتشر أو ما. المثقف في العربية هو اسم مفعول من فعل ثقف يثقف، والتثقيف في اللغة العربية التقويم. أي نعم. والسيف أو الرمح المثقف هو الذي تحدث عنه الشعراء، هو السيف أو الرمح القويم الذي لا وجاج فيه. فالثقافة في العربية لها هذه السمة، سمة الاستقامة وسمة الاستقامة في الانتماء إلى النفس وإلى الذات وإلى مقومات الذات، والاستقامة أيضا في تبني الأفكار التي تكون إيجابية في إخراج الناس من ظلمات الليل إلى وضح النهار وشمسها ولهلها. أحسنت أستاذ سعيد. عن التقليد الأعمى للغرب شكلا ومضمونا وربما ثقافة، ربما البعض يتبنى أحيانا أفكارا منحرفة، كيف يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه لو أردنا أن نفكر
بطريقة عملية؟ كما قلت أعطيني رؤيتك الخاصة في هذا الموضوع. نعم تفضل. كما قلت من قبل، لا يمكن أن يحس بقيمة ما يملك، يمكن للمرء أن يحس بقيمة ما يملك إذا لم يكن يقدره حق تقدير. أحسن. لذلك فالدعوة إلى ما يضاد مقومات الهوية إما أن يكون عن جهل لهذه المقومات، وهذا تقليد أعمى كما وصفته مشكورا، والتقليد الأعمى لا يليق بابن آدم وهو بجنس من الحيوان الذي هو القردة أو لا. القرد هو المعروف بأنه يقلد كل ما يرى، أما ابن آدم فليس مطلوب منه التقليد، بل حتى شرعا التقليد في بالنسبة لمن يستطيع الاجتهاد مرفوض. أحسنت. وإما أن يكون عن عناد وعن عنة في النفس وعن عقد نفسية ربما يكون قد أسهم فيها هذا التخلف الذي يعيشه الإنسان العربي المسلم اليوم مقارنة مع ما يعيشه الغرب من تفوق. أحسنت. على صعيد التقنية وعلى صعيد المعيشة إلى قصيدة جديدة. نعم تفضل. نريد الشعر، نريد الذهاب إلى الشعر. يكفينا الحديث فيما يتعلق بموضوع الهوية، وإن كان الحديث يمتد لكن سنؤجله إلى ما بعد الفاصل. الآن نريد قصيدة قبل أن نذهب إلى فاصل، تفضل. مرحبا. هذه القصيدة تحت عنوان وكان عرشه على الخوف شمشون ودليلة. ألقيتها في مهرجان عكاظ، عكاظ فلسطين الذي نعم. نظم في مدينة وجدة منذ حوالي 4 سنوات. جميل. من جميل المصادفات أن ألقيها اليوم، والأسرى الفلسطينيون الأشاوس في قضباني أو خلف قضباني سجون العاري الصهيوني يخوضون معركة الكرامة. الله عليك. جميع إخواني الأسرى الفلسطينيين وإلى الأبطال الستة الذين وهنيئا لهم بك. بارك الله فيك، وهنيئا لنا أيضا بصمودهم وب المحاولة بحد ذاتها انتصار. لا، بل هم لما يحاولوا الأسرى الستة الذين فروا وقد وشموا نعم. نجاحهم بالهرب ومصافحة الشمس، هذا يسمى انتصارا وانتصار كبير. وقد خرموا وجه أسطورة الأمن الذي لا يقهر، وهذا في حد ذاته إنجاز. أما الحرب فسجال وكرب وفر. نعم تفضل إلى القصيدة. سأذكر أسماء عوفر وكتسعوت والأنصار بالنسبة للإخوان المتابعين، هذه أسماء معتقلات نعم. في فلسطين المحتلة. وكان معتقلات إسرائيلية. صحيح تفضل. شمشون ودليلة. من وراء الجدر المخلوعة الخرساء خلف الترهات المستحيلة بين خوفين ينام الوحش فوق العرش بعد الغصب، خوف من تراب الأرض تحته وخوف من كوابيس تغشاه من الفوق ثقيلة. ليله سهد فشوك الريب في عينيه عين تحرس الخوف من الخوف وعين عن طلى النوم كليلة. لا بخور اليوم يا شمشون للنصر، لا بخور اليوم يا شمشون للنصر، ولا قربان لا دم لخبز الفصح من نهر حمى البويم. أشم في أثير الخوف ريح الموت شهرا ليس غيلة من صباحات التخاريف التي تتلى على المبكى، فتذروها فلسطين جفاء لمساءات أساطير الرهابين على مضطرب الوهم حيارى. لا بشارات سوى حلم رهيب بين عينيك مقيم. آه يا شمشون يوما ما ستعمى، آه يا شمشون يوما ما ستعمى، مسمل العينين تعدو بطواحين الفلسطيين تلحوك زياتين الأعالي وتواريخ الأوالي والتوالي. وعمالك هوى الأرض الأولى عمرت منهم ظلمات السجن حتى قال قطني من نجوم إنني أخشى الضياء. وسجون العار في شعب الردى المختار سكاكين أثيلة.
أرهقيه يا دليله، أرهقيه يا دليله، ما لشمشون بكيد النور حيله، كل ومض في ظلام العالم عوفر، وقد سيعوت حتى مشتل الأنصار للأقمار قطع لجديله. الله الله ما أجملك. بارك الله. متواصلون معك شاعرنا الجميل من المغرب الكبير أستاذ سعيد، لكن قبل أن نواصل نذهب إلى فاصل. مشاهدينا إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا عبر سكايب من المغرب تحديدا من مدينة وجدة الشاعر سعيد عبيد. حيا الله أستاذ سعيد مجددا. وقبل الذهاب إلى الأسئلة نريد التزود من الشعر إلى نص آخر، ماذا تحب أن تلقي علينا هذه المرة؟ تفضل. بدأت بهذا الحلم الواسع، حلم وحدة الأمة الإسلامية من كما ذكرت من جزر المالديف إلى العراق إلى البوسنة والهرسك، ولكننا نحن هنا في المغرب نحمل حلما آخر، هو حلم أصغر من الحلم الكبير هذا. هذا الحلم هو حلم الوحدة بين دول المغرب الكبير، المغرب الكبير، المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا بلاد شنقيط، ونأمل على الأقل أن تفتح الحدود بين الشقيقين المغربي والجزائر. هذه قصيدة تحت عنوان يا نار إن لم تخمدي فلتستحي قليلا، مهداة إلى الشعب الجزائري الشقيق الذي لا نعترف بالحدود بيننا وبينه، لأن هذه الحدود لم حدود كاذبة فقط. حدود كاذبة إذا ما قرنت بصدق الشعبين وانتماء كل شعب للآخر. أحسن. الشعبان مشتركان في الدين واللغة والتاريخ والجغرافيا والحضارة والمصير المشترك، أيضا مصير واحد، وما بينهما أكبر من بوابة تقفل. تماما بالضبط. أحسن. تفضل. يا نار إن لم تخمدي فلتستحي قليلا، غيظ العذا من تساقين الهوى، فدعوا بأن نغص فقال الدهر آمينا. ابن زيدون. أحسنت. أبيننا وبينكم تستعر الحرائق، أبيننا وبينكم تستعر الحرائق، ولم نك الزمان غير إخوة، فلا بسوف بيننا ولم نلق دماء بعضنا بمرد دادق، فلم نك الزمان غير إخوة، إن لم نكن معشوقة وعاشق، نؤلف الأضداد في أحلامنا المشتركة، إذا بنا اطمأنت المهاجع وللصلاة نغتدي، ونرفع الكفوف بالتكبير في صفوفنا أبو المهاجر السجيل خلف عقبة ابن نافع، من شرقكم لغربنا ترص صفنا آميننا الموحدة، مما الكنار في المؤوبين أو في العاشقين ردده، وفي إهاب الأسد من آجامنا نجيء زائرين، لنقدم الأظافر التي تريد خمش وجه برنا الأمين، الله. في منتهى عينيك يا وهران أو على ضفاف الأطلسي، بين غضبة الأجاج وانتفاضة البنون، بيننا وبينكم تستعر الحرائق، يا نار أرمدنا، يا نار أرمدنا، فلم نعد نرى إخواننا ولم يعد إخواننا يرون من وجوهنا فتيلا، يا نار إن لم تخمدي فلتستحي قليلا. الله. يا نار إن لم تخمدي فلتستحي قليلا، عساهم يرتدعون فيرتجعون ويدركون فداحة
مثل هذه الكوارث، فصل شعبين شقيقين توأمين تجمعهما روح واحدة وحضارة مشتركة ممتدة ينصهر بها هذا الحب وهذا الجمال الذي أطلعتنا عليه أستاذ سعيد. بالعودة للحديث عن الهوية، حبذا لو نتحدث الآن عن المشتركات ما بين الشعبين، وقد جئت على ذكر شيء من الألم والأمل في قصيدتك الأخيرة وحديثك برسالة موجهة إلى الشعبين الجزائري والمغربي، عن المشتركات التي تفرض على العقلاء أن يعودوا إلى ضمائرهم وقلوبهم، حدثنا عن هذه المشتركات الواحدة والموحدة أيضا. كل شيء مشترك، كل شيء دون استثناء. تحدث عن الأقرب إلى قلبك الآن. إلى درجة أن وصفك أسرد لنا يعني بعض ما خطر في ذهنك من مشتركات بينكم وبين الشعب الجزائري. الدين واحد والمذهب واحد، سني مالكي، واللغة واحدة، لا يعني تفهم اللهجتين العاميتين الدارجتين في المغرب والجزائر، كما يعني كما تفهم الذي يعيش في مدينة في مدينتك المحلية ولو صغرت، باستثناء بعض الكلمات المفردات البسيطة لكل مجال خصوصيته. العادات واحدة، القبائل والانتماء القبلي واحد، سواء كنا عربا أم أمازيغ. التاريخ واحد، المشتركات فيه كثيرة جدا، ولم يكن من صدام إلا بين القوى السياسية، ولم يكن بين وطنين أبدا إطلاقا. القوى السياسية الكبرى التي حكمت البلاد، التي حكمت هذه المناطق، التي لم تكن تحد نفسها في أقطار، كالوحيدين وكالمرينيين وكالسعديين وما إلى ذلك. المصير مشترك، المصير أيضا واحد. هل يظن الذين يتاجرون في العداوة بين الشعبين المغربي والجزائر بأن أحدهما سوف يكون رابحا من هذه العداوة؟ خذ على سبيل المثال الشقيقة مالي. الشقيقة مالي قريبة جدا من الجزائر الشقيقة، وقريبة منا نحن المغرب، وهي تعيش مشاكل داخلية. بما أن المغرب والجزائر وهما قوتان مهمتان في المنطقة، للأسف الشديد لا تزال قائمة بينهما هذه المناوشات السياسية غير المفهومة، فقد استغلت فرنسا الخلافة المغربية الجزائرية فتدخلت في مالي لكي تفك، أو لكي يعني بحجة أن تعيد النظام. الخلافة المغربية والجزائرية استثمرت فيه فرنسا، وكل من يستثمر في العداوة بين القطيعة السياسية بين الجزائر والمغرب هي التي طمعت فرنسا في مالي، وربما تجعل أطماعها تمتد وتزداد، وهي التي تسيل لعاب فرنسا لبيع السلاح، وهي التي تسيل لعاب أبناء فرنسا بالرضاعة لكي يكونوا ذوي مناصب عليا في البلاد وإلى غير ذلك. الطبول عساهم ينتبهون قبل أن يفوت الأوان يا أستاذ. لعل وعسى. الآن إلى قصيدة جديدة فيها من الأمل ما فيها. الأمل في الطفولة شيء عظيم. جميل. لذلك سأخصص هذه القصيدة للطفولة العربية، وبالضبط الطفولة المتأخرة من 12 و18 عاما. تفضل. وهي قصيدة من ديوان أجنحة وآمال ونجوم، كما أشرت أخي الشاعر الجميل مصطفى. هذا الديوان الذي كان له شرف الفوز بجائزة الدولة لأدب الطفل في المنظمة في من طرف وزارة الثقافة في دولة قطر الشقيقة لسنة 2020، وقد سعدت بأن أكون أنا وأنت فائزين مناصفة لي. الشرف يا صديقي، أنني قسمتك جائزة. تفضل. صلاة الهزار والتولب، التولب بكسر اللام، هذا النوع من الزهر المعروف. زهر جميل. تفضل. صلاة الهزار والتولب، فرح الزمان تدفق، غمر الوجود فأشرق، همس الربيع لزهره والحسن فيه ترقرق، كن يا صغيري بلسما لجروح أولاد الشقى. إيه.
قابضين على الجمار. فأجاب: مرحى يا أبي. مسح الجمال براحتيه على جبين الدالية، نادى على طير غفا وسط الظلال الحانية: قم يا هزار الساقية، غني القلوب الباكية، قم غني ما ابتسم النهار لحنا يليق بموكبي. غنى وغنت غابة الحزن المجلد بالسكون، غنى وغنت غابة الحسن المجلد بالسكون معه، فلم تزل السعادة تمسح الدمع الهتون لتزيح عن مرض القلوب إذا انصتوا ما يألمون. سبحان من باح الهزار بصلاته للتوّم. الله الله، ما أجملك. عن الشاعر والقصيدة والمثقف بشكل عام وما يقع على عاتقه من دور في إرساء قواعد الوعي السليم في نفوس أبناء أمته وأبناء وطنه الذي ينتمي إليه، عن مهمة الشاعر الحديث الآن، تفضل. والله هذا السؤال أعادني إلى فترة الطلب، يوم كنا طلبة في الجامعات ندرس الأدب العربية، كنا حديث عهد بالشعر الحديث، لا سيما الشعر الحديث، وكنا أحيانا نجد اغترابا في قراءة هذا الشعر ولا انتماء، كنا نجد صعوبة في فك طلاسمه وفي فك ما هو مثقل به من رموز وأساطير ليست لها أي ظلال نفسية أو فكرية أو تاريخية في نفوسنا. وكنت أقول لنفسي: إذا كنا نحن طلبة الأدب العربي نجد هذه الصعوبة حتى لنكاد ننفر من الشعر العربي الحديث، فماذا يقول باقي الناس وعوامهم؟ هذه الصعوبة التي أو هذا الإبهام أو هذا الإغلاق أو هذا اللا تفاهم الذي كان بيننا وبين القصيدة الحديثة كان مرده إلى أن بعضهم سامحهم الله، بعض الشعراء سامحهم الله، كانوا يثقلون القصيدة العربية، وبعضهم لازال، بكثير من الأساطير والرموز اليونانية كزيوس وهيرا وبروموسيوس وعوليس وفينيوس وأفروديت وما إلى ذلك، الأساطير اليونانية والرومانية يسقلون بها القصيدة كأن ذلك فيه دلالة على حداثة النص، بينما لا علاقة لهذا بذاك، مما كان يشكل لدينا نحن الشباب نوعا من الاغتراب وعدم التواصل مع هذا النوع من الشعر. أحسنت. من هنا أدخل إلى مهمة الشاعر العربي الذي يحمل هم الشعر ويحمل هم أن يكون هذا الشعر معيشا لدى عامة الناس، وهو مطمح بعيد جميل وحلم وإن كان متعبا ولكن الشاعر يعيش عليه. الشاعر العربي الحقيقي يعيش على حلم التأثير وأن يكون صاحب رسالة وأن يؤثر في وجدان الآخرين وتعيش قصائده وتجربته من بعده. حبذا لو استطاع أن يستوعب تراثه استيعابا عميقا وأن ينفتح على تراث الإنسانية وليس على تراث الغرب وحده كما قلت قبل قليل، انفتاحا مثريا مغنيا، فإن باستطاعته إذا هضم هذا التراث العربي الإسلامي والتراث الإنساني أن يكتب شعرا إنسانيا صادقا يعيش لألف عام. أحسنت. مع مقومات الشعر المطلوبة التي هي صدق العاطفة وصدق القضية ومعايشة هموم الناس، ليس الهموم المعيشية فقط وإنما الهموم الفكرية والوجدانية والوجودية أيضا، كل هذا يجعل من قصائد الشعراء الصادقين قصائد خالدة. طبعا إذا وجدوا فرصة لأن يظهروا، للأسف الشديد مع عدم وجود قاعدة واسعة من القراء ومع تراجع النقد تراجعا يعني مأسوفا عليه، أصبحت هذه سوق الشعر لا تبشر بالكثير من العطاء وبالكثير من تحقيق هذا الحلم. دعنا نستبشر ونفترض أن الخير موجود وهو موجود أكيد أستاذ سعيد، وهذا هو المأمول والمطمح أكيد، وأنت
تقاسمني هذه الأمنية وهذا الرجاء، لكن ماذا عن أصحاب الهمم العالية في الشعر وأصحاب الرسالة؟ كيف يمكن أن يكونوا أصحاب نهج بناء لا هدام؟ نصيحتك لنفسك قبل الآخرين، ماذا تقول؟ هؤلاء هم الذين يحفرون قصائدهم بأظافرهم على حيطان هذا الواقع الأصم، ويصابرون على ذلك ويكتبون شهادتهم للتاريخ، حتى وإن لم يقرأوا الآن فإنهم قد تركوا أثراً طيباً قد يأتي زمن يقرؤون فيه ويفهمون. عظيم. وقد يأتي زمن يكونون فيه شهداء فيه على الزمان الذي عاشوا فيه. الله عليك. كما قلت أخي الكريم قبل قليل إن الأمل هو القشة التي نتشبث بها ونحن غرقى في هذا الواقع، واقع الأمية وواقع محاربة القيم الأصيلة. مواجهة اللغة التي هي أعظم النعم كما ذكر هايدغر، مارتن هايدغر، اللغة أجل النعم أو أعظم النعم، أصبحت يعني مرمى أحجار. وفي هذا الواقع الشاعر ليس مطالبا فقط بأن يثبت على موقفه، ولكنه مطالب من باب المواجهة على أن يتشبث بكل ما يستطيع من أجل أن يزيد شيئا فوق الأرض حتى لا يعتبر زائدا فوقها. الله عليك. زيد الأرض سعة حتى يكون لتجربتك قيمة في نفوس الناس وتبقى خالدة وتعمر. أستاذ سعيد، إلى القصيدة الأخيرة الآن، مر الوقت سريعا معك، إلى مسك الختام شعرا، تفضل. بارك الله فيك. وفي الحقيقة ليس الوقت الذي يمر سريعا، ولكن العمر كله يمر سريعا. الله عليك. جميل. من جميل المصادفات وأنت تتحدث عن سرعة الوقت وأنا أتحدث عن سرعة العمر أن القصيدة التي وكنت أحسبها في الحقيقة قبل الأخيرة، ولكن اقرأ ما تحب. يعني وقعت اليد على هذه القصيدة. تفضل. التي تحت عنوان على يخت العمر البعيد. لا شك أن فيها من الجمال ما يشفع لها أن تكون ختامية، تفضل. إن شاء الله. بارك الله فيك، هذا من جميل الأوقات. تسلم. تفضل أستاذي. على يخت العمر البعيد لليالي الوصل إحساس بسكر الخلد والغبطة جار، لليالي الوصل بإحساس بسكر الخلد والغبطة جار، كم مززنا كأسها مزا وقلنا لا يغشينا نهار، فإذا الخلد أضاليل زجاج الوصل شرخ وانكسار، وتجرعنا صرمنا واكتوينا بلظى البعاد، وشكونا لا الشك أطفأ نارا لا الوصل عاد، أترى ليلى نلتقي ذات شوق في عشق باد، سل رياحا قد جرت قبل جوارينا بقوم أين ساروا، الخبيلات بعاد والمحيط اليم قرصان، وثاروا مثلنا يوما تلظوا وانطفوا، هل بعد خبو الجمر نار؟ يا الله. لا جواب، شرك الردى فاغر فاه ولا صدى، كل من مروا من هنا شابكي أيديهم يدا، بدد في بدد وكم طالما غام السرمدا، قد رددنا ما أعارتنا سنون سالفات، والمعار رهن ما استهلك حتى يتقاضاه إذا دار المدار، أنا لم أفهم حسيس الدهر لكن بكذا غنى الهزار، وورود عجفاء من حوله تجترد الأنين، يا الله. لو تقابنا غب الربيع وأسراب العاشقين، وجنان الألوان سقيا لها تسبي الناظرين، أنكرت عيناك ما الآن تراه والمعاني تستثار، وسبتك الفتنة الغيداء فيها حكماء العقل حاروا، مثلما حاروا وحسن البدر تم كيف يمحوه سرار. يا الله. عظيم. هكذا يمضي اليخت، هكذا يمضي اليخت في أبحر الدنيا، أينما لاح ضوء صلى
فإن أفل الضوء توهم ربما المشرق لاح من ها هنا أو ربما. الله ما أجملك يا أستاذ سعيد، ربما تحمل لنا هذه الروح المشرقة أملا وأبواب سعادة تجعلنا نصافح الشمس فوق أرض تستحق أبنائها ويستحقونها. أستاذ سعيد، قبل الختام، رسالة محب إلى وطنه، ماذا تقول بحق المغرب العربي في ختام هذه الحلقة من بيت القصيد؟ رسالة مفتوحة إلى وطن محب. والله يعني أنا الآن أوشك، قل ما تحب. أنا على عتبات 50 من عمري ويحز في صدري، ربي يعطيك طول العمر والصحة إن شاء الله، بارك الله فيك ولكم أيضا، يحز في صدري أن هذا الوطن لم يقم ليقول قولته بعد، ولم يقم قومة هذا الرجل الواحد. لذلك أرجو أن أراه قبل أن أفضي إلى ما قدمت، أن أراه جسدا واحدا، لأنه بالفعل جسد واحد، وأن أراه يعني يعيش عزيزا كريما أبيا كما كان بالأمس القريب حينما استطاع أن يطرد المستعمرة وأن وحده الاستعمار على قلب رجل واحد. تحياتي لهذا الوطن الكبير ولوطني العربي والإسلامي أينما امتد ومتما كان ماضيا والآن ومستقبلا، وحياكم الله. شكرا جزيلا لك على تشريفنا في هذه الحلقة من بيت القصيد أستاذ سعيد عبيد، الشاعر المغربي الجميل، ونرجو للحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذا اللقاء وجها لوجه، ولعله يكون قريبا. بارك الله فيك أخي مصطفى، شكرا جزيلا على كريم الاستضافة وعلى هذه الجلسة الحميمية التي سعدت بها غاية السعادة. الشكر لك يا صديقي، تسلم، بورك بك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد اللقاء بحول الله، إلى اللقاء.